أزمة جديدة تلقي بظلالها على المواطن اللبناني، فأزمة فقدان الورق للمعاملات الرسمية هي أزمة قديمة جديدة يعاني منها المواطن وتكون سبيلاً لعرقلة معاملته. فبعد الحديث عن أزمة إخراجات القيد وعدم توفر إلا 1000 ورقة، رئيس رابطة مخاتير بيروت مصباح عيدو تحدث عن سبب الأزمة. بالنسبة إلى أزمة إخراجات القيد هي جديدة، يعني ما لها 48 ساعة، ممكن نهار اثنين ثلاثة تتفاقم ممكن. اليوم مختار إخراج القيد، قد ايه عم ياخذ وقت وقد ايه تغير سعره عن قبل؟ كل شيء بالبلد تغير، حكما الرسوم لإخراج القيد لسه ما تغيرت، لسه الموازنة ما طلعت، بس الكلفة تبعيته اي حكما بدها تتغير، يعني ما تأخذيني إذا المواطن بده يطلع على الدائرة يقدم إخراج قيد ويرجع يجيب وعنده 100,000 أجار طريق، 50 طلع و50 نزل. ففقدان إخراج القيد كفيل بأن يعطل المعاملات للسفر أو لأي سبب يحتاج فيه المواطن إلى إخراج قيد. هي أزمة إخراج القيد فقدان الورقة، يعني فقدان النموذج الورقة اللي بدنا نكتب عليه. نخف شوي إيه، لأنه لما رئيس الدائرة بتحس إنه حيصير في قطع بصير تخفف شوي، بس لحتى لي ما نقطع المواطن المضطر لإخراج قيد يجي وما يلاقي. أما المواطن فأزماته عديدة ومعاملاته أصلاً معطلة بسبب إضرابات الإدارات العامة. اليوم عم شو عم بتعاني لتحصل على إخراج قيد أو على أي ورقة رسمية؟ نطلع الساعة 3 الصبح من نام على الدرج ليفتحوا طابور، بس نوصل ما في سيستم، ما في مازوت. عم نعاني كتير، لك ما في ورق بول، ما في ما في يعني اقل شيء بيقول لك اسبوع، بعدين بتروح بتسالي بيقول لك بعد ما خلص، بعد ما في ورق ما كذا. وعليه يبقى الترقب سيد الموقف مطلع الاسبوع المقبل، علما ان اضراب الادارات العامه اعاد ليلوح بالافق. ازمه جديده تضاف الى ازمات المواطن، فورقه اخراج القيد تعتبر ورقه اساسيه بالنسبه لمواطن يجد في الهجره الحل الوحيد. لارا صالح، NBN.